فك بقى فك والنبي كبروا دماغكم خلاص حصل خلاص بقى ده انت فيديوهاتك مغرقه الدنيا على اليوتيوب ايه ايوه مين اللي نزل الفيديوهات دي انا اللي نزلتها عشان الناس تعرف الطريقه الغريبه اللي انت بتدرس بيها دي ليه كده يا يحيى ليه كده اكيد بقى الوزير اتفرج عليه علشان كده طبع علينا على غفله لا بالعكس طبعا. بالعكس مش كل اللي ركب زيرو بينسى زميله يعني ايه يعني زي ما في شامبو ضد القشره في صحاب ضد العشره يا ابني انا مش فاهم حاجه ولا انا قلبها كباريه كباريه انا قلبها كباريه انا استاذ محترم يا جيل فاسد يا فاشلين في ايه مش معنى ان انا غيرت المناهج عملتها على الايقاع وعلى الطبله انه قلبها كباريه يعني طب وانت ناوي تعمل ايه دلوقتي هعمل ايه ما انا اتفصلت هقعد اعيط ليه لا ما تعيطش يا ناس طيب يصعب عليا ايه يا مجنونه مالك احنا على الهوا مش قولي ما تعرف ان انا بتوتر اعزائي المشاهدين المشاهدين جئنا اليكم من قلب الحدث الحدث من امام سنتر سعيد للدروس الخصوصيه خصوصيه وطبعا كلنا شفنا الفيديو اللي فيه استاذ سعيد بيعلم الطلبه بالغنى والرقص والرقص كان معكم مي دياب دياب سيادة الوزير اتفضل اهلا بك يا سيادة الوزير حضرتك جيت هنا عشان تدعم الفكر يا فندم ادعم ايه يا بنت انا كنت بفك حصر يبقى حصريا سياده الوزير بيدعم الفكره بنفسه البرنامج ده هيتذاع امتى احنا على الهوا يا فندم رحت في داهيه ده على قناه ايه القناه الاولى الحمد لله ما حدش بيشوفها يا فندم احنا لينا بس على جميع القنوات الفضائيه فضائيه ده طبيعي الحقيقه يا استاذ سعيد انا ايوه يا فندم ايه راي حضرتك في اللي قاله سياده الوزير انا عايز اقول لحضرتك ان سياده الوزير هو صاحب الفكره اصلا ايوه بيه ايوه انا برضو يا سعيد ايوه يا فندم وعايز اقول لك ان احنا كنا زملاء في فصل واحد وكنا بنقعد في تخته واحده ايوه ايوه ما يغركيش الشعر الابيض ده هو كان سقيط ايوه انا برضو يا سعيد ايوه ده كان شقي جدا يا فندم والله كان دايما يرمي القلم تحت الديسك علشان يتفرج على رجلينا بلا نواعم ايوه قال لي كده كان اسمها سهام يا حيوان وياما يا فندم طبلنا على الديسك وياما طبلنا على باب الفصل اه والله وياما دقت على الراس طبول يا انا حضرتك يا فندم بتدعم فكره استاذ سعيد بالغنى والرقص الحقيقه انا لما دخلت لقيت في طبل ورقص الفكره هزتني هزتني طبعا يا فندم ما هي لازم واحده واحده عشان الملل بالزبط. ولا ايه ولا الله. بس انا مش هعرف اعمل ده لان كده ممكن اقع انا الحركه بتاعتك دي لياقه ما شاء الله عليك اتفضلي فانا قلت اعمم الفكره كلها على مستوى الجمهوريه يعني قرار من سياده الوزير بتعميم الفكره على مستوى الجمهوريه مش بس كده ده كمان قرر تعيين استاذ سعيد مسؤول عن قطاع التعليم في شمال القاهره مش بس كده ده كمان قرر تعييني في قناه من القنوات الفضائيه ايه رايك يا ريس في القرارات اللي اتقالت دي قرارات ايه وهو مين فينا الوزير قرارات سيادتك يا سياده الوزير قرارات جميله ومناسبه وبالتوفيق ان شاء الله انا عاوز اقول لحضرتك حاجه انا بشكر سياده الوزير انه نورنا النهارده وبوعد احبائي الطلبه اللي بيتفرجوا علينا ان المركز مفتوح وهنكمل بالطبله وبالرقص وهنفهم كل حاجه واحنا مكملين يا اولاد تربية وطنية وإيه كمان دراسات اجتماعية وإيه كمان طاقة نووية وإيه كمان خد من مواد أستاذ سعيد أنا مبسوطة جدا يا سيادة الوزير إن حضرتك معانا النهاردة والله أنا كمان مبسوط جدا شكرا ميرسي جدا لحضرتك من القناة الأولى كان معكم مي دياب